نبدأ بالأستاذ عصام، رأيك في أداء موسيماني على المستوى الفني في مباراة امبارح؟ احنا يمكن في البيت الكبير يعني قلنا هنا قبل الماتش ان الراجل فاهم قوي الكرة الأفريقية، بيقدم يعني كل ما يمكن ان يكون علم وخبرات متراكمة. هو قاري النادي الأهلي، هو مدير فني كان يأمل في نقل تجربة لنادي كبير، وكان حاسس انه لايقه جدا على الاهلي ومتمني انه يشتغل في النادي الاهلي لما توافقت الرغبات. وهنا لازم زي ما الناس بتبارك الحقيقه للتيم وللاداره كامله وللمؤسسيه اللي دايما الناس شايفاها في النادي الاهلي، لازم تقول كابتن حمود الخطيب شكرا، لانه شال الموضوع لوحده، منتهى الثقه في اختياره. حتى لو قال، لو قلنا ريسك، فهو الوحيد اللي كان يعني بالبلدي مرسك وموافق، وبالتالي لا، الراجل ده هيزود الأداء مرة بعد مرة. لاحظ يا كابتن أن هناك نواقص في المراكز، لكن هو قدر يخلي كل اللعيبة لديها انطباع ان احنا بنلعب واحدة واحدة، ان احنا بنكمل بعض. لا بأس ان انت تكون ظهير ايسر فتبقى بتلعب في نص الملعب، ففيش مشكلة ابدا ان انت جناح فتلعب راس حربة. حتى لو حضرتك بتتكلم كمان على التحضير، تحضير للمباراة، للمباراة في مباريات الدوري كذا سيناريو. هو الثلاث ماتشات اشتغلهم علشان الحلم الافريقي، عشان يعني العروس السمراء اللي هو عارف حلم الناس وسمعه وصوره التسعة يا أهلي لما كان بيلعب مع سان داونز في استاد القاهرة. وبالتالي أتصور يعني بخبرتنا مع الكبار اللي الراجل ده الحقيقة من الكاتيجوري بتاعهم، إنه قال لأفش أنت هتكسبني. الدنيا كلها بتتكلم عن ثلاث ديفندرات، ربما عن حمدي فتحي مع ديانجو والسولية، لكن أنت هتلعب وأنت هتكسبني. لا، الراجل شغال انديفيدوال يعني فردي مع كل اللعيبه، الراجل شغال جماعي، الراجل بيشتغل كما يطلق على الاحتراف 100%، لانه مذاكر منافسه قبل ما يذاكر فرقته، وبيشتغل في العامل النفسي بصوره الحقيقه بتفكرنا بالفعل بكلاس ايه الحقيقي. وبعدين فكره الجنوب افريقي، لا ادري يعني الناس ليه مش واخده بالها انه جنوب افريقيا اصلا بلد متقدم جدا، بلد يعني يصدر الكثير، ومع هذا هم يعوا جيدا حجم مصر والنادي الاهلي المنتج. والدليل هو ان رئيس الدوله يتمنى لهذا الرجل النجاح في مصر الكبيرة أفريقيا. صحيح.